مدبولي يتابع جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال البترول ويطلع على موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق. حزب الله يقصف قواعد عسكرية للاحتلال والقذائف تشمل تل أبيب، وقوات الاحتلال تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتستهدف بنايات سكنية. مع تواصل العدوان على القطاع وتكثيفه في الشمال، بلينكن في المنطقة غدا للمرة العاشرة للدفع نحو وقف لإطلاق النار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا بحضراتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل. واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وكذا موقف الحوافز المقدمة بهدف زيادة الانتاج من المواد البترولية المختلفة، إضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية، منها لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وزير الطيران المدني سامح الحفني، وذلك لمتابعة موقف أعمال التطوير الجاري بمطاري برج العرب والعلمين الدوليين. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بمطار برج العرب والعلمين مطلع شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على جاهزية المطارين للتشغيل الفعلي. وأكد الحفني أنه مع بدء تشغيل المبنى الجديد ستصل السعة الاستيعابية الكلية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، فيما تستهدف أعمال تطوير مطار العلمين الدولي في زيادة طاقته الكلية لتصل إلى 1 مليون راكب سنويا. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز. خلال اللقاء استعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليا، والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا وغيرها. تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فيما يتعلق بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابع. كما استعرض الاجتماع أيضا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.
تحتفل القوات البحرية اليوم بعيدها 57 والذي يوافق يوم 21 من أكتوبر عام 1967، وهي ذكرى إغراق المدمرة إيلات والذي يعد أحد أهم وأعظم الانتصارات البحرية المصرية. وفي كلمته بهذه المناسبة أشار قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات. عالم مليء بالتحديات البحرية نرى فيه القوات البحرية المصرية. رمزا للشجاعة والإقدام. فهي الدروع التي تتحدى الأموال وتحمي سواحل الوطن بكل قوة وثبات. فهم رجال البحرية المصرية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها 57 والذي يوافق ذكراه يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967، ذكرى إغراق المدمرة إيلات والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 57 والذي يوافق ذكرى يوم 21 من أكتوبر عام 1967، ذلك اليوم الخالد في تاريخ قواتنا البحرية الباسلة، حيث قامت بإطلاق أول صاروخ بحري على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. إن ما حققته قواتنا البحرية في ذلك اليوم المجيد لا يختزل في نصر تم تحقيقه خلال معركة بحرية، بل هو يوم استعادة الثقة للجند المصري والدليل على أن رجال قواتنا البحرية ما زالوا قادرين على تنفيذ مهامهم وحماية حدودنا البحرية. كما أشار إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية. إن قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات التي اشتملت على تطوير القواعد البحرية بما يلبي مطالب قواتنا البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمسرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتقديم التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد. دعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لسرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، وذلك لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة 31 من أكتوبر الجاري، وذلك تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد. تنطلق غدا قمة تجمع بريكس السنوية بمدينة كازان عاصمة جمهورية تاتارستان ضمن الاتحاد الروسي الفيدرالي. تبحث القمة التي تنطلق بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية المعنية، تبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول التجمع ومناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية الإقليمية والعالمية.
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تقدير مصر للدور المهم الذي يطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الجهود التنموية لمصر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع عبد الله الدرديري مساعد أمين عام الأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث استعرض المساعي المصرية لاحتواء الوضع الراهن في قطاع غزة وجهود مصر الرامية لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدا على أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة خاصة التنموية والإنسانية في تخفيف وطأة المأساة الإنسانية في القطاع. كما عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوى بنت راشد، وأشاد عبد العاطي بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، معربا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والاتصالات ومجال الصناعات الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. وأكد عبد العاطي حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين، وكذا ضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة والتي عقدت بالدوحة في مارس عام 2024. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أدان عبد العاطي انتهاكات إسرائيل السيادة اللبنانية كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. واستعرض عبد العاطي المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذرا من وتيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن التقدير البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر للبنان في هذا الظرف الحرج والذي تمر به. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت أكد أبو الغيط وقوف الجامعة مع لبنان، مؤكدا أن وقف إطلاق النار الفوري يعد أولوية. أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن وزارة الدفاع البنتاغون تحقق في تسريب وثائق تتعلق بإسرائيل وإيران، وأعرب كيربي عن قلقه إزاء عملية اختراق لمعلومات سرية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعلم ما إذا كانت الوثائق تم تسريبها من قبل أشخاص أو باختراق إلكتروني، وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرض مستندات إضافية للخطر، وأن واشنطن على اتصال مع الإسرائيليين بشأن هذا التسريب. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ تاد في إسرائيل، مشيرا إلى أنه في مواقعه الآن. ورفض أوستن توضيح ما إذا كانت منظومة تاد جاهزة للعمل، لكنه قال إن الولايات المتحدة قادرة على تشغيلها بسرعة كبيرة.
في خطوة ستساعد على حماية حليفة واشنطن لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نظام الدفاع الأمريكي ثاد بدأ العمل في إسرائيل. وقبل أيام أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي ثاد إلى إسرائيل للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية قد تكون رداً على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران. وتعد بطاريات ثاد نظاماً دفاعياً مكملاً لباتريوت، لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد يتراوح بين 150 و200 كيلومتر. وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أكثر من مرة مؤخراً أنها ستشن هجوماً قوياً على إيران رداً على الضربات الأخيرة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي إذا هاجمت المنشآت النووية، مشيراً في الوقت نفسه أن إيران ستعيد تقييم سياساتها النووية. وأشنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري، قالت إنه رد على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت بنا تحتية وقادة لحزب الله، فضلاً عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وساعدت سفن وطائرات حربية أمريكية في الدفاع عن إسرائيل في وجه الهجمات الإيرانية، لكن نشر المنظومة سيؤدي إلى نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيلها داخل الأراضي الإسرائيلية، ما يعني بأنهم سيكونون معرضين للخطر بشكل مباشر أكثر. أعلنت الشرطة الإسرائيلية تفكيك شبكة تجسس تضم 7 إسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية في الدولة والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية. وقالت الشرطة في بيان لها إن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية نجحا في تفكيك الشبكة فضلا عن اعتقال 7 أشخاص. عقد مجلس النواب جلسته العامة للاستماع لبيان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم. كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. جلسة جديدة لمجلس النواب وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة تمت مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، حيث أكد الوزير أن الحكومة عازمة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب. لقد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني. لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط. ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولاً لما فيه صالح الوطن. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك جهوداً مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. طبقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن ضمان الأمن الغذائي تعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعاً جديداً ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.
هذا وأحال المجلس بيان وزير التموين للجنة الاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، تلا ذلك موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة. كما تمت الموافقة على تقرير حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية. كذلك تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17 مليون و40 ألف دولار. بيساهم قرار اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الأفريقي في تعزيز مكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية وزيادة نفوذها في صنع القرارات المصرفية والقارية. هيساعد الاكتتاب برضو في زيادة قدرة مصر على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. هذا وأكد عدد من نواب المجلس أهمية المناقشات التي تمت اليوم بشأن تطوير منظومة الدعم وقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم. النقطة فكرة الدعم العيني دي تقريبا يعني استبداله بالنقدي، ده كان يعني النقاط اللي اتكلم فيها ان احنا بندي للدعم لمستحقيه بشكل يعني يديك شكل نقدي بفلوس فهو يعني بيدي ان احنا في عدد كبير جدا اتضح ان هو غير مستفيد من الدعم. دي نقطة. النقطة الثانية ان انا نهار ما ادي له دعم نقدي بيكون هو يعرف الحالة اللي هو محتاجها ايه بالظبط، ده رقم واحد، يعرف يوجه الحاجة بتاعته ازاي. ثانيا بيكون فلترة مستحقي الدعم، لان الدعم في عدد كبير جدا جدا في القاعدة اللي هي بيستفيد بها غير يعني ليس بحاجة لهذا الدعم. ده قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار والبحث والابتكار. هذا المجلس هو احد مخرجات الحوار الوطني ومخرج هام، كان مطالب سياسيه كلها بتطالب بهذا المجلس. المجلس ده بيضع سياسه عامه واستراتيجيه وخطه عامه للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي حتى في نظم التدريب، بيربط التعليم باحتياجات العمل وسوق العمل. اعتقد ان هذا القانون هام جدا لكل مواطن مصري في عنصر المقبولية والإتاحة في نظام التعليم سواء الفني أو ما قبل الجامعي أو الجامعي. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتضمن المؤتمر عقد أكثر من 130 جلسة حوارية حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها ما يزيد عن 800 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين. يسعد الحكومة الأمريكية أن تتواجد هنا اليوم وأن تتعاون مع الحكومة المصرية ومع الشعب المصري في مجالات التنمية البشرية، كما أن جهود الوكالة الأمريكية موجهة للتنمية البشرية في مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية ودعم المرأة. هذا المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود الدولية مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية البشرية ودفعها إلى الأمام، سواء عن طريق الاستثمار في مجالات الصحة أو التعليم أو مختلف المجالات الأخرى. المؤتمر مهم جدا جدا، لسه كنا بنتكلم على إن القيادة السياسية اهتمام فخامة الرئيس بأنه يفتتح هذا المؤتمر، واهتمام السيد نائب وزير الصحة معالي وزير الصحة
بهذا المؤتمر، معناه أن مصر على الطريق السليم، لأن التنمية البشرية التجربة اللي تعلمناها من كل دول العالم اللي عملت قفزة نوعية في اقتصادها كانت بالاستثمار في البشر وفي التنمية البشرية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجالات التنمية البشرية. في النسخة الثانية من هذا المؤتمر تولي الأمم المتحدة تقديراً بالغاً تجاه أهمية التنمية البشرية، ويتعاون فريق الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية في تنمية هذه المجالات في مصر. وتؤمن الأمم المتحدة أنه حينما تكون مجالات الصحة والتنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة، فإن المجتمع سيشهد ازدهاراً في كافة المجالات. أنا النهاردة شرفت بإني كنت متحدث في جلسة عن السياحة العلاجية، تناولنا فيها كل الآليات الخاصة بتجهيز هذا المنتج وتنميته، بحيث أنه نضيف المنتجات السياحية اللي مصر تقدر تروج لها عالميا. وفي نسخته الثانية يشهد المؤتمر تحولا نوعيا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية برنامج ستارز التدريبي لتنمية مهارات الشباب بمكتبة مصر العامة بدمنهور. يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب وإلى رفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويسهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. لتنمية مهارات الشباب وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال وتوسيع آفاق فرص العمل للشباب، أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية برنامج ستارز التدريبي بمكتبة مصر العامة في دمنهور. يهدف البرنامج الذي يستمر حتى 24 من أكتوبر إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويسهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. إحنا النهاردة موجودين في أول يوم فعاليات برنامج ستارز نجوم مصرية، هو أحد الفعاليات الرائدة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة اسكندرية ضمن فعاليات برنامج أجايل يوث، وذلك لإخراج جيل شاب واعي وفاهم المستقبل بيتربى على التنمية المستدامة والمشاريع الذكية الخضراء وريادة الأعمال. البرنامج هدفه هو بناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية، كمان احنا الهدف البرنامج هو تمكين الشباب المعرفي في تخصصات عديدة، منها التنمية المستدامة ووظائف المستقبل، منها مواجهة الشائعات والحروب الإدراكية، منها ثقافة الابتكار، منها ثقافة ريادة الأعمال، منها التراث والهوية المصرية. طبعا البرنامج بيهدف إلى تحفيز دور الشباب في البلد، والاهتمام بأن هم شبابنا يبقى شباب واعي واعد. تحتوي الحقيبة التدريبية للبرنامج على 5 محاور رئيسية على مدار 4 أيام متتالية بواقع 8 ساعات يومياً، منها التعريف بأعمدة الشخصية المصرية والتاريخ المصري القديم والحديث ويمثله مكون التراث والهوية والشخصية المصرية، والتعريف بأبرز التحديات المعاصرة التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم والأدوات اللازمة للتصدي لها، ويمثله مكون مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات،
والتعريف بأهداف التنمية المستدامة والمهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية، ويمثله مكون التنمية المستدامة ووظائف المستقبل، فضلاً عن دور مصر في القضية الفلسطينية عبر العصور، كما يتم التعريف بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، ويمثله مكون ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، من ضمنها محاضرات وورش عمل متنوعة. تكلمنا النهاردة في موضوعات كتيرة زي التنمية المستدامة والحروب الإدراكية وتصدي للشائعات، وزي برضو ثقافة الابتكار والاختراع وريادة الأعمال ودور مصر في القضية الفلسطينية، وزي برضو تكلمنا عن رؤية مصر 2030. احنا استفدنا النهاردة البرنامج بيستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتوعية التعليم، الاستفادة، تنمية المهارات. برنامج ستارز ممكن يكون من أفضل الحاجات اللي أنا حضرتها وشاركت فيها. برنامج ستارز من أفضل ما يكون بينمي مهارات الشباب، إزاي يكون شخص قيادي، إزاي أدير مشروع، إزاي يكون شخص ناجح في حياتي. البرنامج يستهدف فئة المتطوعين من الشباب والفتيات، خاصة طلبة الجامعات، ويوفر لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات السوق. الآن جاء موعدنا مع أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. نتحول إلى محمد عبد الله ونتابع معه أخبار الاقتصاد. أهلا بك محمد، تفضل. أهلا بك نهى وأهلا بك أدى، ومشاهدينا إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أجرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وناظروه القبرصي وسفيرة قبرص بالقاهرة جولة تفقدية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي ومجمع تسهيلات الغاز المسال بمدينة إدكو على ساحل البحر المتوسط. وشملت الجولة تسهيلات محطة البرولوس لمعالجة الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه من المياه العميقة بمنطقة غرب دلتا النيل، ومجمع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمدينة إدكو التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال إلينجا، والذي يعد أحد أهم عناصر البنية الأساسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تتميز بها مصر إقليميا في إطار دورها كمركز لتداول وتجارة الطاقة. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ، وقال هيبة إن الشركات من الصين وهونغ كونغ تتصدر قائمة الدول المصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق آسيا إلى مصر. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركات في مصر لتأسيس والإنشاء والتشغيل. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد مدينة يانجتان الصينية. تناول الاجتماع بحث التعاون المشترك لجذب الشركات الصينية العاملة الراغبة في التوسع خارج الصين. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد هبوط بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد النفط في العالم وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط. وارتفع مزيج برنت بنسبة 0.11% ليصل إلى 73 دولارا و14 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% ليصل إلى 79 دولارا و32 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.17% لتصل إلى دولارين و18 سنتا للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.30% لتصل إلى دولارين و31 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلن المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية. تأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام بنسبة 4.6% على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى نهى وأدى. شكرا جزيلا لك محمد. استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب، استقبلت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكي وسفيرة رومانيا لدى القاهرة والوفد المرافق لهما. بحث اللقاء سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمؤسسات الرومانية العاملة في مجال القيادة في ضوء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب. وتضمنت هذه الزيارة جولة تفقدية بالأكاديمية بالإضافة إلى اللقاء مع متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات. الآن موعدنا مع أخبار الكرة والملاعب. محمد عبد الله وتفاصيل الرياضة معك، تفضل. شكرا نهى وشكرا أدى. الأخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على تنزانيا بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما ببطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 حتى 26 من أكتوبر الجاري. بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على منتخب غانا بنتيجة 6-3 في افتتاح البطولة، قبل أن يفوز الفراعنة في المباراة الثانية على تنزانيا بتسعة أهداف مقابل 3 ليتأهل الفراعنة لنصف نهائي البطولة. وأسفرت قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية عن تقسيم الثمانية منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كل من مصر والمغرب وتنزانيا وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية كل من السنغال موزمبيق ملاوي وموريتانيا. كما فاز منتخب المغرب للكرة الشاطئية على نظيره الغاني بخمسة مقابل هدفين في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر. بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده لست نقاط وضمن التأهل برفقة المنتخب المصري لنصف نهائي البطولة. أعلن النادي الأهلي عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة قادما من الإمارات وخصم 1,000,000 جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع نظيره سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري. وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري المقرر لها 8 مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات، بينما يلتقي فريق سيراميكا مع نظيره بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها 4:05 عصرا نفس اليوم على استاد النهيان. استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على خضوع عمر جابر لاعب الفريق لفحص طبي أخير خلال المران الفريق المقرر له الثلاثاء للتأكد من مدى جاهزية اللاعب للمباراة النهائية أمام الأهلي في السوبر المحلي المقرر لها الخميس المقبل. وغاب عمر جابر عن مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي أقيمت أمس، وفاز بها القلعة البيضاء بضربات الترجيح بعد شكواه من ألم في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت المباراة.
نهاية أخبار الرياضة. من جديد أعود إلى أدى ونهى. شكرا لك محمد. في ليلة من ليالي الطرب العربي الأصيل ولأول مرة يحتفل مهرجان الموسيقى العربية بالفن الغنائي لسلطنة عمان بتخصيص ليلة عمانية ضمن فعالية المهرجان. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الحفلات والفعاليات المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته 32. اليوم إدارة الأوبرا المصرية قررت أن تكون هناك ليلة عمانية خاصة بسلطنة عمان على دار الأوبرا المصرية، وذلك اعتزازا بالعلاقات المصرية العمانية. الفرق العمانية المشاركة أشادوا بالتنظيم الكبير الذي تقوم به دار الأوبرا المصرية، وأكدوا أن مصر كما كان دائما بلد الحضارة هي أيضا بلد الفن والثقافة والطرب الأصيل. على هامش أيضا المهرجان يعني تقوم دار الأوبرا المصرية اليوم بعمل بروفا كبيرة واستعدادات كبيرة استعدادا للحفل الذي سوف يقام غدا، وهو لأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، والذي سوف يكون يعني على موعد مع الجماهير وعشاق الموسيقى العربية الأصيلة غدا بإذن الله. إذا نحن أمام يعني استعدادات كبيرة من دار الأوبرا المصرية لهذا الحفل الكبير، وأيضا نؤكد أن دار الأوبرا المصرية دائما تقدم حفلات وفعاليات دائما متميزة، ونجحت من خلال هذا المهرجان من يعني من احتضان العديد من الفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي. نتحدث عن أكثر من 113 فنان جاءوا ليكونوا على أرض الحضارة، أرض الفن والطرب الأصيل مصر. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى. والآن إلى الأحوال الجوية والطقس. الأحوال الجوية والطقس وقف أخيرة مع محمد عبدالله. إليك محمد. شكرا أنت ونهار. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 28-20 الإسكندرية، 27-21 مطروح، 26-20 بورسعيد، 28-22 الإسماعيلية، 28-19 وإلى السويس، 29-19 العريش، 27-19 طابة، 27-21 شرم الشيخ، 31-24 الغردقة، 30-22 إلى الأقصر، 34-21 أسوان، 34-22 الوادي الجديد، 32-17 وحلايب، 29-24 وشلاتين، 31-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وبأخبار الطقس نقود لقد وصلنا إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تتبقى لنا التذكرة بأبرز العناوين مع نهى وأدا. شكرا لك محمد. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مدبولي يتابع جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال البترول ويطلع على موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق. حزب الله يقصف قواعد عسكرية للاحتلال والقذائف تشمل تل أبيب، وقوات الاحتلال تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتستهدف بنايات سكنية. مع تواصل العدوان على القطاع وتكثيفه في الشمال، بلينكن في المنطقة غدا للمرة العاشرة، وذلك للدفع نحو وقف إطلاق النار. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.